مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديدة من تيك كافيه. أنا أحمد مصباح، تيك كافيه فاوندر، والنهاردة إن شاء الله معانا سيشن مميزة جدا تايتلد 6 Great APIs for Developing AI-Based Application. السبيكر بتاعنا النهاردة زميلي وصديقي طارق إسماعيل من Orange Innovation Egypt، برحب بيه معانا النهاردة. هبتدي الأول بإني أديكوا a very short introduction عن تيك كافيه، وبعد كده أسيب المايك لطارق علشان يبرزنت السيشن بتاعته. تيك كافيه هي ستارت اب كومباني dedicated to empowering the tech community and enabling creativity and innovation in the tech industry. إحنا كمان community partner مع startups without borders. ايه السيرفيسز اللي بنقدمها؟ بنقدم كورسز اند ورك شوبس بوث اونلاين اند اوف لاين. سو فار الكورسز اللي عملناها ثرو اوت ذا ييرز حضرها اكتر من 4000 اتندي، وذس انكلودز ذا اونلاين سيشنز از ويل. وي ار هوستنج ا بودكاست، والسيشن اللي احنا بنقدمها دي تعتبر episode من الابيسودز بتاعت البودكاست دي. This is the seventh episode so far. إن شاء الله هن launch a blog, a technical blog قريب جدا جدا على الويب سايت بتاعتها. We offer technical consulting. So far we have delivered consulting services to 11 companies. The guest speakers will instructors اللي شاركوا معانا so far: هيثم أحمد Chief Technology Officer of Cegedim، بشمهندس مدحت صبري، شريف صقر، أحمد عادل، نريمان مالك، آية أشرف، طارق إسماعيل، وخالد النجار. حابينكم تأكسسوا الويب سايت بتاعنا، ده الـ QR بتاعه www.techcafe.com، لو حابين تتعرفوا أكتر على السيرفيسز بتاعتنا وتتواصلوا معنا. Follow us على LinkedIn page، ده الـ QR بتاع اللينك بتاعها. وإحنا we are organizing a TDD fundamentals workshop، إن شاء الله هيبقى أونلاين في 5 أغسطس. ده الـ QR بتاع الـ registration، حابين نشوفكم معانا إن شاء الله. احنا كنا عملنا hosting لـ a similar workshop في Startup House Cairo في نوفمبر اللي فات وكان very successful، فالحاول اعملوا registration دلوقتي لأن الـ seats are limited. Okay، ف that was all regarding Tech Cafe. أسيب دلوقتي المايك لطارق، فطارق تفضل. سامعني كده احمد؟ سامعك كويس يا طارق. هشير سكرين دلوقتي حالا، سامعني؟ قولي كده لو شايف السكرين. يس، السكرين واضحة جدا. طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن 6 great APIs and واحد يديفلوب بيهم applications هم هيبقوا بيستخدموا الـ AI. فنبدأ الأول بإنترودكشن بسيطة. أنا Senior Software Engineer في Orange Innovation Egypt، وأنا طبعاً اشتغلت في مشاريع كتير في فترة 7 سنين من الديفلوبمنت، واشتغلت على projects فيها cutting edge technologies من ضمنها الـ AI. طبعا الواحد بيستخدم أحسن methodologies للـ development في الفترة دي. ف يعني دي زي brief عن experience بتاعتي اللي هستخدمها في أن أنا أقدم presentation دي. طيب أول حاجة هنبتدي نتكلم عن الأجندة.
الأول الكونتكست، هنتكلم شوية عن الكونتكست بتاع الـ subject أو topic. بعد كده هنتكلم على benefits، وبعد كده هنتكلم على popular AI APIs اللي ممكن الواحد يستخدمها في development بتاع الـ applications، use cases and examples للـ APIs دي، وإزاي نقدر نستخدمها في إن احنا نحل مشاكل كتيرة وإن احنا نساعد بيها الـ human beings إن هم يعني يبقوا أحسن في حياتهم. هنتكلم شوية عن الـ challenges and considerations في الـ AI APIs دي، وفي الآخر هنقول conclusion بسيط. الأول هنتكلم عن الـ context، هنقول شوية أسئلة ممكن نسألها عشان الإجابات بتاعتها هتبقى في فترة السيشن، هنجاوب عليها في خلال السيشن، والأسئلة دي هي اللي هتخلينا نفهم قيمة الـ AI APIs وليه ممكن نأدوبت الـ AI APIs، وممكن الأسئلة دي منها الـ revolutionizing بتاع الـ landscape of application development using الـ AI APIs. ايه هي الـ key benefits and challenges اللي ممكن نستفاد منها ولازم ناخد بالنا من الـ challenges، الـ consideration اللي ممكن ناخد بالنا منه واحنا بنسلكت الـ AI APIs اللي هنستخدمها، some examples of successful applications that have leveraged AI APIs، وآخر سؤال ممكن نسأله إيه هي الـ specific functionalities اللي ممكن الـ APIs دي تساعدنا إن إحنا أو تحل بيها مشاكلنا. هنبدأ الأول بتعريف بسيط لإيه هو الـ API. فـ APG بتعرف الـ API إن هو contract between two pieces of software، فهو يعني طريقة أو عقد ما بين اتنين سوفت وير عشان يتكلموا بيه مع بعض. فممكن الواحد يبقى عنده application بيعملها development وعاوز يكلم application تانية، فهيكلمها عن طريق العقد ده او contract ده. بعد كده هن define ايه هو الـ AI. هنقول ثلاثة definitions للـ AI. ممكن اول definition هو الـ study او الـ science، ازاي نخلي الكمبيوترز تعمل حاجات اوريدي البني ادمين كويسين فيها. يعني باختصار البني ادمين بيعملوا بيشتغلوا شغل، فازاي نخلي الماشينز او الكمبيوترز ان هم يعملوا الشغل اللي البني ادمين اوريدي كويسين فيه. وده اللي قاله إيلين ريتش في البوك بتاع Artificial Intelligence. تاني تعريف ليها الثيري او برضو الساينس والديفلوبمنت مش بس ساينس of computer systems able to perform tasks that normally require human intelligence. فيعني ببساطة هو العلم والديفلوبمنت او التطبيق بتاع الكمبيوتر سيستمز عشان يعني بالابليكيشنز، ممكن الابليكيشنز دي تبقى في الطبيعي لو حاجة صعبة انها تتنفذ محتاجة human intelligence، فازاي نخلي الكمبيوتر ان هو يبقى بيعمل تاسكات البني ادم بس هو اللي قادر يعملها. تالت definition وده انا قلته ان ممكن يكون الماشين، ازاي نخلي الماشين تعمل النفس التاسكات اللي human بيدو. ده أبسط من أنا شايفه أبسط من الـ two upper definitions. يعني هنا بيقول require human intelligence، أنا بقول إن الماشين تعمل نفس الشغل، مش بتrequire بس بتعمل نفس الشغل البني آدم بيعمله. بعد كده هنقول بقى إيه هو الـ AI API. إحنا عرفنا الـ API وعرفنا الـ AI، هنقول إيه هو الـ AI API. هو أنا دورت ما لقيتش definition فورمال للـ AI API غير في مكان واحد اللي هو india.ai.gov.in، وده الويب سايت بتاع الـ AI بتاع الحكومة الهندية.
وهو بيعرف الـ AI API إن هو الـ Artificial Intelligence API أو الانترفيس اللي بيخلي الديفلوبرز يستخدموا الـ AI functions في الابليكيشنز بتاعتهم عن طريق الـ API. برضو الجزء الثاني من التعريف إن هو إزاي نخلي الـ APIs بتسمح بموديولز من الـ software تبقى integrated في الابليكيشنز بتاعتك. طب ليه محتاجين الـ AI أو ليه محتاجين الـ machines to do الـ task بتاعت الـ humans؟ أول حاجة الـ machine are more efficient than humans, costless, الـ quality بتاعت الـ machine أحسن, الـ handling بتاع repetitive tasks الـ بني آدمين مش بيعملوا الـ repetitive tasks بطريقة سهلة أو بيتعبوا, يعني في وقت معين بيتعبوا لأن هم عندهم energy ممكن في وقت تقل فما يبقاش قادر إن هو يعمل حاجة لوقت كتير. بقى في حين إن الماشين كل اللي محتاجاه هو power. خامس point الـ time savings, طبعا إن أنت تشغل ماشين وأنت تعمل شغل تاني غير الماشين بتعمله ده بيوفر لك وقتك. Handling complexity, في تاسكات ممكن يعني احنا ممكن نفترض ان جزء بس من البني ادمين عندهم مهارات عالية مختلفة عن بقية الناس, فانت هنا ممكن تدي نفس الليفل يعني من المهارة لكل الماشينز. مش لازم طبعا كل الماشينز عشان الكوست, بس يعني على حسب طبعا البرايسنج, بس في الاخر ممكن تديها الكومبلكسيتي اللي هي محتاجاها عشان تحل مشاكل كتيره. الاكسبلوريشن اند سبيس, دي معناها ان الواحد بيبقى ممكن في او يعني اوقات او اماكن البني ادم ممكن ما يقدرش يوصل لها, زي اعماق البحار البني ادم ممكن يكون وصل لها, بس يعني أأمن طبعا إن هو يبقى قاعد وبيكنترول ماشين من بعيد, ودي أحسن بكتير. فإن أنت تخلي الماشين بتروح تكسبلور مكانك دي حاجة كويسة جدا. السكيلينج أند كاباسيتي, طبعا الماشينز ممكن تسكيلها لكن البني آدم هو في الآخر ممكن يكون ليميتد ريسورس. انهانسينج هيومن لايف, في الآخر يعني كل الحاجات دي بتساعد إن البني آدم حياته تبقى أحسن بكتير. طب إيه الـ applications؟ إحنا قلنا الـ benefits إن إحنا نخلي الماشين تعمل الشغل بتاع البني آدم. طب إيه الـ applications اللي ممكن إن الماشين تريبليس بيها الـ human beings؟ فعندنا الـ scientific research, ممكن تخلي الماشين تعمل research طبعا guided أو unguided at some level. ال improved healthcare ده وكل ده بالalgorithms وال AI. resource optimization, ممكن نستخدم ال AI أو المشين intelligence في إن إحنا نoptimize resources أو نoptimize مثلا يعني نعمل plan لحاجة مثلا زي transportation إن إحنا نخليها تمشي بأقل طاقة وبأقل فلوس, وكده بنوفر فلوس من إن إحنا نعمل optimization للroutes أو أو لأي حاجة فيها resource. الautomation and efficiency, يعني نستخدم الـ AI في إنها تعمل automation. الـ accessibility, ممكن نستخدمها في إن إحنا نساعد الناس اللي عندهم accessibility problems. الـ enhanced customer experience, إن إحنا نreplace الـ human job في إن هو يعمل customer experience أو إن هو يساعد في الـ customer experience. الـ problem solving and innovation, واخر بوينت الـ data analysis and decision making. طبعا دي مش لسته بكل الابلكيشنز, بس دي
بعض من الابلكيشنز. دي another list of applications, بس we define it by sectors. يعني احنا ممكن نقول applications زي ال fraud detection, دي application لل artificial intelligence, لأن البني آدم يقدر يعمل fraud detection, بس طبعا هنريبليسه بماشين. فممكن نقول ان ال fraud detection دي ممكن تبقى موجودة في ال banking and finance sector, في ال insurance and e-commerce sector, في الـ online payment systems. طبعا برضو دي مش كل الـ sectors, بس دي الحاجات الـ known أو المعروفة. ممكن نقول applications, احنا already قلنا الـ autonomous vehicles, الـ virtual personal assistants, سواء virtual personal assistants أو customer service representative, الـ recommendation systems. مثلا في الـ e-commerce يبقى عندك ويب سايت وعاوز اليوزر لما يخش تعرف انت هتوجهه ناحيه اني برودكت بيزد على الهيستوري بتاعه. لو هو اوريدي عنده هيستوري عندك, فانت هتقول له انا شايف ان البرودكت ده حاجه تناسبك, بان انت تحلل البيهيفير بتاعه. وطبعا دي حاجه اليومن بيعملها, وانت تقدر تريبليكيت اليومن بيهيفير ده بالماشين. الـ image and video analysis, الـ smart home automation, الـ customer service chatbots. طبعا احنا عارفين الـ chatbots لان ما فيش حد دلوقتي ممكن ما يكونش بيتعامل مع الـ chatbots. فالـ chatbots دي ممكن تكون في مجالات كتيرة زي customer support, ودي الـ most famous يعني solution. الـ e-commerce, الـ telecommunication, الـ service industry. بعد كده ممكن نقول application تانية natural language processing, telco technology, customer service, language translation services, و application financial forecasting and trading, ان انت تقدر تحلل اسواق المال عشان تستفيد من ال capability دي, في ان انت يعني ممكن تكسب فلوس بان انت يعني تشتري اسهم او تحلل الـ finances بتاعت الشركة بتاعتك. الـ healthcare diagnosis and imaging, دي يعني معروفة في الـ medical community, ان انت تقدر باستخدام الـ artificial intelligence ان انت تجمع data عن مرض وتحاول تطلع pattern, في الاخر تقدر لو لقيت pattern ان انت تعرف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى بتأدي لمرض معين, عن طريق ان انت عادة الواحد بيقدر يعرف الحاجة يا اما باي ثيوري والتفكير يا اما باي اكسبيريمنتيشن. فانت ممكن ان انت تجرب وتجمع الداتا اللي انت بتجرب بيها دي, وبعد كده تستخدم الماشين انها تلاقي باترن يحاول يساعدك في ان انت تعرف المرض. طيب ايه السكيلز اللي بتخلي الماشين تقدر تعمل الهيومن بيعمله؟ دي طبعا بعض من السكيلز, بس ممكن اللانجوج ترانسليشن, الايمج اند اوبجكت ريكوجنيشن, ان انا اقدر اشوف صوره واعرف ايه الحاجات اللي في الصوره دي. يعني لو صوره لملعب كوره وفي لعيبه, اقدر اعرف اللعيبه, احدد اللعيبه, واقدر ليبل ان هم الشخص ده والشخص ده والشخص ده, واقدر احدد ان دي كوره وبقيه الاوبجكتس اللي ممكن تكون موجوده في الصوره. ودي هتساعدك ان انت ممكن تحلل الداتا دي او الصوره دي, تقدر تحللها وتستفاد من ان انت معاك داتا مكتوبه مش صوره بس, لان عاده الاناليسس بيحتاج ان انت يبقى معاك صوره. لو انت بني ادم بتعمل الجوب دي, ان انت يبقى معاك صوره وتستخدم عقلك في ان انت تحاول تحلل الصوره دي وتكتب بعد كده اللي انت وصلت له. بس انت دلوقتي في ماشين ممكن تحللك الصوره دي وتكتب لك الريزلتس بتاعتها. السبيتش ريكوجنيشن اند ثيسس, التكست سمرايزيشن, الاوبجكت ريكوجنيشن اند كلاسيفيكيشن, ناتشرال لانجويج اندرستاندينج. طبعا انا قلت دي بعض من السكيلز. بعد كده هنقول بقى ايه البنفيتس اللي احنا هنستفادها من السكيلز دي
او من الماشين انها تبقى بتعمل الهيومن انتليجنس، وانها اكسبوزد من خلال اي بي اي. طب انا ليه استخدم اي 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 بي ايز؟ لو انا استخدمت الاي اي اي بي ايز دي هتخليني ان انا استغنى عن، مش لازم استغنى بس ممكن في سيناريوز معينه كتيره ان انا ما احتاجش ان انا اهاير اي اي انجينير في ان هو يعمل لي سوفت وير بيعمل حاجه معينه. ان انا ما اعملش هاير للسوفت وير سوري ل اي اي انجينير او سوفت وير انجينير ان هو يعمل السوفت وير ده، انا بوفر الفلوس اللي انا بديها له وبستخدم اي بي اي بيديني نفس الحاجه اللي الانجينير ده بيعملها، وممكن يكون في سبورت اكتر، ممكن يكون في دوكيومنتيشن اكتر. طبعا مش في كل الحالات بحتاج ان انا اعمل كده، في كيسز مثلا ان انا محتاج كاستمايزيشن طبعا ممكن الاي بي اي تديني الكاستمايزيشن ده بليفل اوف فريندلينس كويس. فيعني ممكن من كونسيدريشنز ان الواحد يعرف ان كيسز كتيره ممكن الواحد يستغنى عن الانجينير ويستخدم الاي اي اي بي ايز دي. لما انا هعمل كده انا هسرع الديفلوبمنت تايم لاينز، لان انا السوفت وير ديفلوبرز اللي عندي اوريدي هيبقوا بيستخدموا اي بي ايز، فيعني هسرع الهايرنج بروسيس. في الاخر هم هيستخدموا اي بي ايز، هم اوريدي موجودين عندي وممكن يعرفوا يستخدموا الاي بي ايز دي بشويه دوكيومنتيشن موجوده وبسبورت اكيد. ولما انا هاكسلريت الديفلوبمنت تايم لاينز انا هكسب تايم اند كوست سيفنجز، ده هيؤدي ان انا يبقى عندي امبروفد يوزر اكسبيرينس. طبعا لما انا اوفر الوقت واوفر الكوست في الاخر اليوزر هيبقى مبسوط، ده هيؤدي ان يبقى عندنا سكسس للبروجكت او البرودكت اللي احنا شغالين عليه. ان لما اليوزر يبقى يعني عنده اكسبيرينس كويسه في الاخر ده بيخلي البروجكت ينجح او البرودكت ينجح. لما البرودكت ينجح ده بيدي هاي ريتيرن اون انفستمنت، ودي كي بي اي مهمه للناس اللي شغالين في البيزنس. لازم يبقوا عارفين ان الفلوس اللي هيصرفوها ياخدوا اكبر عائد عليها. لما يبقى عندي هاير ريتيرن اون انفستمنت ده بيساعدني في ان انا يعني دي من الكي بي ايز اللي بتساعد في الانفستمنت ديسيجن ميكنج، انا هكمل في البرودكت ده ولا مش هكمل. ولما يبقى عندي good investment decision making هيبقى عندي growth opportunities، ده بيساعد في capital formation أو economic growth للشركة، وبيزود على بيزود على الشركة income generation اللي هو في الآخر لو product ده نجح هيخش لي فلوس اللي هو بيترجم في الآخر profit. فأنا حاولت أشرح بس إيه الـ benefits أو إزاي نوصل للـ AI APIs دي حاجة مفيدة. Similar AI APIs providers أنا جمعت بس 6 مش كل الـ AI APIs providers عشان أتكلم عن بعض كمان من الـ AI APIs اللي هم بيقدموها مش كل الـ APIs. عندنا Amazon Web Services ومايكروسوفت ايجر كوجنيتيف سيرفيسز وجوجل كلاود اي 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 بي ايز، ودول اكتر كلاود بروفايدرز معروفين وبيقدموا اي 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 بي ايز. امازون بتقدم اي اي بي ايز زي ريكوجنيشن، بولي، ترانسكرايب، كومبريهند، لكس، ترانسليت. الاي بي ايز دي يعني واحده منهم مثلا بتساعد في الاوبجكت ريكوجنيشن زي اللي احنا كنا بنتكلم فيه هنا، السكيلز بتاعت الاي اي او السكيلز اللي موجوده عند البني ادمين والماشين بتعملها زي الاوبجكت ريكوجنيشن. فانا عندي اي بي اي هيبقى بيديني التاسك دي او السكيل دي من غير ما احتاج ان انا اديفلوب السيستم اللي هيخليني ان انا اعمل ده ان هاوس. المايكروسوفت ايجر كوجنيتيف سيرفيسز computer vision دي زي Amazon recognition، face API،
custom vision API form recognizer، ودي عشان اقدر ان انا اديله form in a form of document. يعني لو انا عندي مثلا ورق كتير وكله عبارة عن forms، وانا عاوز احول الفورمز دي باستخدام الاوبجكت كاركتر ريكوجنيشن، فان انا احولها لديجيتال فورم، فانا بستخدم حاجه زي الفورم ريكوجنايزر اي بي اي. الترانسليتر تكست اي بي اي ده برضو باين من الـ من الـ يعني واضح من الاسم بتاعه ان هو تكست ماشين، عشان تعملها يعني بتاخد الهيومن بيهيفير. الجوجل كلاود اي بي ايز عندهم كلاود فيجن برضو زي مايكروسوفت ايجر وزي امازون، كلاود ناتشرال لانجويج، كلاود ترانسليشن اي بي اي. طبعا احنا شايفين ان يعني اولموست نفس الفانكشناليتيز او نفس الاي بي ايز موجوده في الديفرنت بروفايدرز، ودي حاجه هم البروفايدرز بيحاولوا يعملوها، ان الحاجه لما تبقى ماتيور وفي ريسيرش كبير عليها ان هم تبقى كور بزنس عندهم. الكلاود تكست تو سبيتش، الكلاود فيديو انتليجنس، وطبعا بيحاولوا يحسنوا من بروفايدر للتاني، بيحاول يحسن السيرفيس بتاعته. دول ثلاثه تانيين، انا كنت عامل سته بس. الاي بي ام واتسون اي بي ايز، ودي يعني عندهم الواتسون لانجويج ترانسليتر اجان، والواتسون اسيستنت، الواتسون تكست سبيتش، والواتسون ديسكفري، والواتسون بيرسوناليتي انسايتس. دي ممكن تديك انسايتس عن البيرسوناليتي اللي انت بتتعامل معاها، طبعا عن طريق في الاخر تكست، يعني انت بتبروفايد تكست عن الشخص او الحد اللي بتتعامل معاه، وهو بيديك انسايتس عن البيرسوناليتي دي. الفيجوال ريكوجنيشن برضه معروفه. كلاريفاي اي بي اي، عنده مجموعه من الاي بي ايز زي بريدكت اي بي اي، كاستم تريننج، سيرش اي بي اي. سيرش اي بي اي دي عنده ان هو انت ممكن تدي له داتا كتير زي اوديو فايل، زي مثلا ايمج، وهو لما انت تسيف الداتا دي عنده هو بيقعد يعمل ليبلنج عليها ويكستراكت الاوبجكتس ويليبل وترانسليت التكست اللي بتديها له. وفي الاخر لما انت تيجي تعمل سيرش، مثلا انت اديته صوره فيها مثلا عربيه، فانت لو انت في الطبيعي انت بتحط الداتا دي عندك في داتابيز عاديه، انت مش هتعرف تدور على الصور اللي عندك في الداتابيز اللي فيها عربيه، غير لو انت عملت ليبلنج للداتا دي وعملت مابنج ان الصوره دي فيها الاوبجكتس دي. هو لا، انت بتدي له الصوره وبتدي له صور كتير عندك وبتسيرش بترم، وهو بيسيرش جوه الصور بالترم ده. الاوبن اي اي بي ايز، طبعا احنا كلنا عارفين شات جي بي تي وعنده ويسبر اي بي اي، وده هنتكلم عنه النهارده، الويسبر اي بي اي، عشان احنا كلنا عارفين الشات جي بي تي، بس مش كل الناس عارفه الويسبر اي بي اي. هو ممكن الابلكيشن بتاعته معروفه بس مش جديده، بس يعني مش كل الناس عارفه ان هو بيقدم السيرفيس دي. عملنا كاتيجورايزيشن للاي بي ايز دي، عملنا تو تايبس اوف كاتيجورايزيشن، واحده بالليفل اوف فريندلينس، واحده باي سيكتور. الليفل اوف فريندلينس عندنا يوزر فريندلي اي بي ايز وادفانسد اي بي ايز. اليوزر فريندلي اي بي ايز دي الاي بي ايز السهله ان الواحد يستخدمها، بتساعد الديفلوبر ان هو يستخدم الاي اي اي بي اي بسهوله، مش مفيش شغل كتير او مجهود كبير محتاج يعمله، زي الامازون ريكوجنيشن اي بي اي، الجوجل كلاود فيجن اي بي اي، المايكروسوفت ايجر كوجنيتيف سيرفيسز. في بقى الادفانسد اي 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 بي ايز، ودي محتاجه مجهود اكبر من الديفلوبر عشان يستخدمها، زي التنسر فلو اي بي اي. فهو يعني يعتبر ليفل اعلى من الاي بي ايز.
مش كل الناس هتستخدمه. التاني categorization by sector أو domain. يعني قسمنا الـ APIs دي بالسيكتور، فأنا ممكن أقول لك في الإي-كوميرس ممكن نستخدم الـ APIs دي، الفاينانشال سيكتور ممكن نستخدم مجموعة الـ APIs دي، في الهيلث كير سيكتور ممكن نستخدم الـ APIs دي. هناخد يوز كيس معينة هنتكلم عنها وهتساعدنا في ان احنا نفهم ازاي بيتم استخدام الـ AI APIs في الـ development او في الـ يعني في ان احنا ن develop product او application. فالاول هنتكلم عن الـ goal بتاع الـ use case او الـ goal بتاع الـ idea. احنا عندنا الـ customer service representative، ودي يوز كيس معروفة جدا ان احنا ممكن نكلم البنك عشان نستفسر عن معلومة، فاحنا بنكلم human being بيحاول يساعدنا ويسبورتنا في ان هو يجاوبنا على اسئلة هو بنسبة كبيرة عارفها عن الاكاونت بتاعنا او الداتا بتاعتنا، وبيحاول يساعدنا في حل مشاكلنا. فانت البني آدم ممكن يكلم البنك مثلاً، فهيرد عليه بني آدم تاني، هو هيوجه له سؤال مثلاً أنا حسابي كام في البنك، فالـ Customer Service Representative هيخش على السيستم يدور على الـ Data بتاعت الـ Customer ده ويقولها تاني للـ Customer. فده how a human do this job، فدي وظيفة والبني آدم بيعملها. طب إزاي الماشين هتعمل نفس الوظيفة دي؟ هي هتبقى مجموعة من الستبس، وأنا هنا مبين how a human does this job و how a machine does this job، وإيه التاسكس أو الفانكشناليتيز أو السكيلز اللي البني آدم بيعملها بس هو ما بيبقاش حاسس ان هو بيعملها، هو بيعملها ناتشرالي. طيب البني ادم اول حاجه بيسمع الشخص اللي بيتكلم في التليفون، بيسمعه وبعد كده بيحلل كلامه بعقله ويحاول يايدنتيفاي شويه كلام هو بيقوله عشان يقدر يبني بيه معلومه يقدر يفهم سؤاله ايه. فالاول هو بيسمعه، بعد كده بيحلل كلامه اللي هو لانجويج اندرستاندينج، بعد كده بيحاول ريكوجنايز شوية كلام هو بيقوله زي مثلا أنا حسابي إيه؟ ده هو قاله. فهو بيحاول يقول إن دي intent أو دي كلمة الـ Customer Service Representative فاهمها. طيب الـ step اللي بعديها sorry الـ contextual understanding، بعد كده personalization، knowledge base creation، troubleshooting. طيب احنا انا هتكلم او اليوز كيس اللي احنا هنتكلم عنها بشكل خاص في البرزنتيشن دي هو السبيتش ريكوجنيشن. دي اول ستيب البني ادم بيعملها وانا بسمع المكالمه، ف listen and comprehend customer speech. طيب الماشين تقدر تعملها ازاي؟ هتستخدم شويه ستيبس منها حاجات مش محتاجه انتليجنس ومنها ستابس محتاجة انتليجنس. طيب يعني الهيومن بيعمل الكلام ده بسهولة في ستاب واحدة اللي هو بيسمع المكالمة خلاص تمام أنا فهمت أنت عاوز إيه. الماشين عشان تقدر تحلل الكلام ده بتعمل الأول سيجنال بروسيسنج عشان تسمع المسج وتحاول تخليها زيروز اند وانز، تتحول بعد كده يعني إن أنا أقدر أعرف السيجنال دي عامله ازاي واقدر احللها بعد كده ان انا اعمل فيتشر اكستراكشن. دي بقى اي اي سكيل ان انا اقدر يعني اطلع من السيجنال دي كلام، يعني مثلا اترجم ان السيجنال دي عباره عن اي بي سي دي واكون منها جمله. بعد كده الاكوستيك موديلنج واللانجوج موديلنج، ودي كلها ستيبس في الاخر بتخليني اقدر اترجم السيجنال دي لتكست. اوكي
بعد كده بقى بحاول افهم التكست اللي اترجم ده عن طريق الماشين ستيبس، وبعد كده احاول اعمل انتنت ريكوجنيشن، وكل ستيب من الستيبس دي او التاسكس لليومن داز ات ناتشرالي بتحتاج مالتيبل ستيبس انكلودينج يعني حاجات مش محتاجه انتليجنس وحاجات محتاجه انتليجنس. فكل ستيب من دول او كل تاسك من دول ممكن تلاقيها يعني التيبل ده يكبر جدا. احنا بقى اللي هنتكلم عنه ان احنا ممكن نستغنى عن الستيبس دي كلها بان احنا نستخدم اي بي اي هيعمل لنا كل الستيبس دي. هنبعت له الفايل الاوديو فايل وهو هيجنريت لنا التكست بتاعه، بدل لما نبني السوفت وير اللي بيعمل لنا كده ان هاوس. طيب انا هموف اون للسلايد بعد كده. طيب احنا هنتكلم عن six great APIs that we can use للديفلوبمنت بتاع الابلكيشن، اللي ممكن يكون من ضمنها الكاستمر سيرفيس ريبريزنتيف. دي الاستراكشر اللي هنتكلم بيها. ال API ده provided by who، ال key features، ال sectors and use cases، ال ease of use، ال pricing. طيب اول حاجه عندنا، انا طبعا ما كنتش حابب ان انا ابتدي بريكوجنيشن اي بي اي عشان انا كنت عاوز اكمل على ال example ده اللي هو speech recognition، بس ممكن هنوصل له في الاخر ونقول هو provided by AWS وهو بيعمل image processing using some intelligence. ال key features بتاعته facial recognition, object detection, text detection, celebrity recognition, content moderation, label detection, face comparison, face indexing, image and video analysis, customizable models, use cases, smart surveillance systems, social media monitoring, document digitization, automated content moderation, retail product tagging, healthcare diagnosis support, use cases تانية. البرايسنج بتاعه أول هم بيتقسم لتو جروبس. أول مليون صورة أنت بتحاول تعمل لها analysis بتكلفك في الصورة $0.001. اوكي النكست 4 مليون بيقلل لك الثمن عشان انت بتستخدم الاي بي اي بتاعه كتير. اوكي والجروب الثاني الديتكت فيسز الديتكت تكست، فهم مقسومين لتو جروبس وده البرايسنج بلان بتاعه. الثاني اي بي اي هو الواتسون لانجويج ترانسليتور، وهو يعني بيستخدم في الـ Natural Language Processing Task، وهو provided by IBM، ودي الـ Key Features بتاعته الـ Text Translation، Language Identification، Language Customization، Document Translation، Batch Translation، Glossaries and Terminologies، Neural Machine Translation، Language, language Support، with Text to Speech Integration، وطبعاً هو رأس في الـ API. الـ Use Cases، Cross-Language Communication، لو انا عاوز اعمل كوميونيكيشن ما بين تو بارتيز ما بيتكلموش نفس اللغه. مالتي لينجوال كاستمر سبورت، لو انا عاوز اكلم كاستمر سبورت مش من البلد بتاعتي. جلوبال كونتنت لوكاليزيشن، لانجويج ليرنينج اب، لانجويج كاستمايزيشن فور شات بوتس، لانجويج ترانسليشن فور ليجل دوكيومنت، اي ليرنينج بلاتفورم، ريل تايم سبتايتلينج اند كابشنينج، ترافل ترانسليشن اب، مالتي لينجوال دوكيومنت كولابوريشن. البرايسنج بتاعه البلان اللايت بلان اول مليون كاركتر بير مانث فري، بعد كده ستاندرد ادفانس بريميوم بلانز. خش بعد كده على الجوجل كلاود اي 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 بي ايز، هنتكلم عن اي بي اي واحده اللي هي السبيتش ريكوجنيشن، وهي بروفايدد باي جوجل يعني من اسم الاي بي اي. الكي فيتشرز بتاعتها سبيتش تو تكست كونفرجن، ستريمينج ريكوجنيشن، speaker diarization, enhanced model options, language support, profanity filtering, punctuation prediction, word level confidence scores, long audio support, and custom speech models. El use cases, voice-based virtual assistant, transcription service, language learning platform, real-time meeting transcription, voice-controlled smart device, call center analytics, automatic subtitling, language translation for voice assistants, voice activated gaming, multilingual voice search. ودي البرايس بلان بتاعته
يعني عاوز استخدمها بلوجينج ولا من غير لوجينج، باتش بلوجينج او باتش من غير لوجينج، وفي ستاندرد وميديكال. الستاندرد بيحسبوها بير مينت، يعني لو انا عندي اوديو مدته 5 دقائق هيبقى كل دقيقه ب 0.016 دولار. بعد كده المايكروسوفت ايجر كوجنيتيف سيرفيسز، الكمبيوتر فيجن اي بي اي اتس بروفايدد باي مايكروسوفت. الكي فيتشرز ايمج كلاسيفيكيشن، اوبجكت ديتكشن، ايمج تاجنج، اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، ايمج مودريشن، ايمج سيميلاريتي، فيس ديتكشن، سم نيل جنريشن، handwriting recognition, image analysis. The use cases: automated image captioning, visual search engine, barcode and QR code generation, real estate property analysis, medical image analysis, food recognition, calorie tracking, artwork authentication, visual assistance for the visually impaired, industrial automation, automatic number plate recognition. زي الرادارات اللي عندنا في مصر. البرايسنج موديل بتاعهم هي البرايسنج دي فيها الكمبيوتر فيجن، الكونتنت مودريتور، الفيس اي بي اي ستاندرد. لو احنا هنتكلم عن الكمبيوتر فيجن، ديفرنت سكيلز او ديفرنت تاسكس يعني هاف ديفرنت برايس. يعني هنا الـ describe غير الـ OCR غير الـ tag، هو عملها grouping. وبعد كده هنتكلم على الـ clarify API. هم عندهم scribe automated data labeling، اللي انت بتديهم الداتا بتاعتك وهم بيعملوا لها labeling، ان هم بيكستراكتوا من الـ images الـ labels اللي فيها ويعملوا لها سيفنج، وانت في الاخر تاكسس الانتليجنس ده. الكي فيتشرز: داتا انوتيشن، ايمج اوبجكت لوكاليزيشن، سيمانتيك سيجمنتيشن، تكست كلاسيفيكيشن، نيمد انتي ريكوجنيشن، انتنت ريكوجنيشن، داتا ليبلنج، كواليتي كنترول، مالتي لانجويج سبورت، فيديو انوتيشن، داتا فيرجننج. اليوز كيسز: داتا انوتيشن فور اوبجكت ديتكشن، تكست classification and sentiment analysis, semantic segmentation for medical imaging, named entity recognition in text, intent detection for chatbots, document classification, data labeling, voice data labeling, video annotation, quality control. The pricing بتاعهم عندهم ال community أو ال free tier, ال essential $30 في الشهر, the professional $300 per month, the enterprise custom. تقول لهم انا عاوز كوتا وهم based على اليوز كيس بتاعتك هم هيبروفايدوا كوتا. اخر حاجه الويسبر اي بي اي، وهو provided by open AI، وهو automatic speech recognition زي بتاع مايكروسوفت. الكي فيتشرز بتاعته: accurate speech to text, real time transcription, customizable language models, noise and accent adaptation, speaker diarization, timestamps and word confidence, streaming recognition, multilingual support, voice activity detection, integration with voice assistants. Use cases: voice-based biometric authentication, real-time transcription for meetings, transcription for podcasts, speech-to-text for dictation, multilingual voice assistants, voice-activated medical documentation, voice data logging, speech analytics, automated voice captioning, voice-controlled home automation. البرايسنج بتاعته الدقيقة ب 0.006 دولار. فهنا examples: لو أنا عندي أغنية مدتها 5 دقايق فهي هتكلف 0.006 دولار times 5.32. لو عندي فيلم هيتكلف حوالي $0.5. Challenges and consideration. لازم ناخد بالنا، احنا خلاص قلنا الـ APIs، الـ AI APIs، بس لازم ناخد بالنا واحنا بنستخدمهم من شوية points. يعني based على research، الواحد لازم يعمل research عشان يعرف يستخدم الـ API مظبوط. طبعا احنا عارفين الـ AI هو مش يعني
البني ادمين نفسهم عندهم بايس، ف الاي اي ممكن يكون بايس، فلازم ناخد بالنا من الحته دي. privacy and security, scalability and performance، لازم نبقى واخدين بالنا ان الاي بي اي البروفايدد من الاي بي ايز اللي احنا قلناهم فوق، او من البروفايدرز اللي احنا قلناهم فوق، او من بره البروفايدرز اللي احنا قلناهم يكون scalable وperformant. الداتا كواليتي والكوانتيتي، الداتا الاي بي اي ده بي جوت تريند اون لازم تكون بكواليتي عاليه والكوانتيتي بتاعتها كويسه. الانتربريبيليتي، الاكسبلينابيليتي، الكونتينيوس ليرنينج اند موديل ابديتس، الانتجريشن سوري الانتجريشن اند كومباتيبيليتي، الالجوريثميك بايس، again الالجوريثم نفسه ممكن يكون بايس، الاثيكال كونسيدريشنز، التكنيكال اكسبرتيز اند سكيلز ريكويرمنت، الكوست اند لايسنسنج. احنا اتكلمنا جزء عن كوست، ممكن اي بي اي تستخدمه غير بره اللي احنا اتكلمنا فيهم ده يبقى فيه لايسنسنج. الكونكلوجن، الاي اي اي بي ايز بتليد لريتيرن اون انفستمنت، ده من ناحيه البيزنس. في تشالنجز، دي من ناحيه البيزنس والديفلوبمنت، نيد تو كيب ابديتد برضو من ناحيه البيزنس والديفلوبمنت. ممكن انا كده خلصت، شكرا لكم. ممكن نبدأ الـ Q&A session. شكرا جزيلا يا طارق على السيشن الجميلة. أنا هستأذنك بس لو تأند الـ sharing. شكرا جزيلا يا طارق. السيشن كانت حلوة جدا جدا الصراحة، يعني أنا كنت مستمتع يعني بكل ثانية منها. سيرفي حلوة قوي قوي لل landscape of AI online APIs و very comprehensive too. يعني I think يعني الناس اللي هتسمع ال recording بعد كده يعني they can use the information اللي في ال session دي علشان يعني يشوفوا ايه الـ APIs اللي ممكن يستخدموها في different use cases و في different sectors. طبعا احنا جاهزين نستقبل الأسئلة على الشات، فلو اي حد عنده سؤال طارق يعني بنرحب بكده. كان في سؤالين اتسألوا في وسط السيشن، السكوب بتاعهم ما كانش قوي في الكونتكست بتاع السيشن، however يعني انا هتطوع في الرد عليهم. كان السؤال بيقول would you advise us with the tips and tricks to start the API development career. I would say in للزميلة اللي سألت السؤال you have to study discrete mathematics, calculus, probability and statistics, linear algebra, data structures and algorithms، وبعد كده تبتدي تخشي بقى في الحاجات بتاعة الـ AI ولازم تذاكري a particular task. يعني التاسك بتاعة الـ machine learning والـ deep learning دي ممكن تبقى applied في tasks تانية كتير زي الـ computer vision, الـ natural language processing وهكذا. لكن حاجات زي الـ time series analysis, الـ supervised learning, الـ unsupervised learning وهكذا. سوري معلش. يعني دي ايه حاجات لازم تتعلميها، والديب ليرنينج ارتفيشال نيورال نتوركس بالانواع بتاعتها والترانسفورمرز طبعا وهكذا. بعد كده بقى التكنولوجيز طبعا بايثون، تنسور فلو، باي تورتش، بانداس، نامباي، كيراس، وبعد كده الـ AutoML، لأن الـ AutoML دلوقتي بقى يعني مفيد جدا جدا، وطبعا الـ ML Ops لو انت هتشتغلي في Production Grade AI Applications. ده لو انت عايزة تبقي Data Scientist, Machine Learning Engineer وهكذا. أوكي. طبعا في حاجات تانية زي الـ Data Analytics, الـ Big Data Technology، بس دي يعني على حسب الـ إيه، يعني ما هو في Titles كتير دلوقتي في الـ Artificial Intelligence،
ML engineer و data scientist وهكذا، ف it all depends. لو السؤال بتاعك بقى بخصوص using AI APIs in application development، فطبعا انت هتتعلمي السكيلز بتاعت السوفت وير انجينيرنج المعروفه، بلس ايه يعني تاخدي فكره عن الاي بي ايز اللي طارق شرحها بيزد على التاسكس اللي انت هتعمليها والسيكتورز اللي انت عايزه تعمليها. السؤال الثاني لنفس الزميله كان also which is better to start with getting Google TensorFlow professional certification or the AWS AI certification. Okay. Again, it depends. بمعنى لو انت هتذاكري كل الحاجات اللي انا قلتها في الاول يبقى go for Google TensorFlow professional certification. لكن لو انت هتستخدمي الـ AI APIs اللي شرحها طارق في السيشن بتاعته يبقى maybe it's advisable انك انت تروحي للسيرتيفيكيشن الثانية اللي هي الـ AWS AI certification. هو لحد دلوقتي مفيش أسئلة، فأنا اللي كان عندي سؤال ليك يا طارق، لو ممكن تقول لنا على الـ experience بتاعتك using one of these APIs في واحدة من المشاريع اللي انت اشتغلت فيها. ماشي، شكرا يا احمد على البرزنتيشن انتروداكشن والتقديم الاي بي ايز اللي احنا اتكلمنا فيها. الواحد during the projects ممكن يكون نستخدم ال AI APIs بتاعت Amazon من ضمنهم ال AWS recognition، ودي ممكن الواحد يستخدمها في ان هو يتبعت له صورة، يعني ال API يتبعت له صورة وهو extract text منها. ف use case من ضمنهم ان ال profanity زي ما اتقالت، ودي احنا استخدمناها يعني في البروجكت، ان احنا نقدر لو الصوره اتبعتت كبروفايل بيكتشر مثلا، لو احنا بنبني سوشيال ميديا ويب سايت وانت بتحتاج ان انت تعمل ابلود للبروفايل بيكتشر بتاعتك، البروفايل بيكتشر بتاعتك انت ممكن تحط يعني كلام ما ينفعش ان هو يبقى مقبول من السوسايتي، مش لازم تحط صورتك بس ممكن تحط كلام، والكلام ده ممكن يكون مش كل الناس بتقبله. فممكن تبعت الصورة لل AWS Recognition API وهو هيكستراكت التكست منها، وتقدر ان انت تحدد الكلام ده مقبول ولا مش مقبول، وتمنع السبميشن بتاع الايمج دي. يعني لو هو حط ايمج فيها كلام مش مقبول انت ممكن تمنعه من ان هو يعمل كده عن طريق استخدام الـ AI APIs. والـ learning curve بتاع الـ APIs، الوقت اللي اتاخد علشان developing الـ feature دي في الـ application، was it one sprint, two sprints؟ طبعا when I say sprint I'm talking about the average 2 week sprints. How long did it take? يعني الموضوع ما أخدش 2 sprints. اوكي. طبعا احنا شفنا مع بعض يعني ان الايه الـ cost of using these APIs is nothing in comparison with ان الناس تحاول تبني المودلز الـ APIs دي based عليها. كان في زميلة لينا على اللينكدين عملت شير ليه زي بار تشارت كده في الكوست او الاستيميتد كوست بتاع تريننج البوبولار لانجويج مودلز اللي موجوده دلوقتي، وكانت اليونت ان مليونز اوف دولارز. ف حاجات طبعا كانت الارقام بتاعتها خياليه، فاي كان ايماجين ان طبعا يوزنج الاي بي ايز اللي انت عرضتها بالأرقام القليلة جدا جدا دي is definitely going to be much much cheaper than إن الناس تحاول إن هي تبني الـ models دي.
I think برضو I remember لما حضرنا الهاكاثون بتاع ديل السنة اللي فاتت، كان في سبيكر من أمريكا وكان قال إن في ريبورت باي جارتنر قال إن during the last year I think they were referring to either 2021 أو 2022 إن أغلب شغل الـ AI كان في الانفيرنس. فده دليل إن الناس كانت بتشتغل دلوقتي في إن هي تستخدم المودلز مش إن هي تترين نيو مودلز. وآي ثينك إن الـ APIs اللي أنت عرضتها النهارده يعني إيه يعني إكزامبل لكده، إن آي ثينك إن إتس أباوت تايم إن الناس تبتدي تستخدم الـ APIs دي علشان يبقى في AI في الـ applications بتاعتها. rather than trying to يعني develop these APIs أو يعني إيه training the models اللي behind these APIs. مش حتى لو يعني أنا مش هستخدم predefined model، أنا ممكن بشوية research أفهم theory ورا models دي وإيه استخداماتها، مش لازم أكون بس يعني ببنيها من الأول، أنا ممكن أستخدمها. يعني ال حتى البيز بتاع software engineering ان انت تريوز الشغل المعمول والالجوريزمز المعموله، فانت مش لازم تبني الموديل من الاول بس ممكن تفهمه وتستخدمه. فلو حتى في اي بي ايز فيها يعني ان انت بتغير المودلز، هي دي حاجه يعني بت ادفانس، مش يعني مش ستريت فورورد، بس مع شويه مذاكره يعني ممكن تعرف تستخدم أي موديل وتبروفايده لل AI API. يعني أنا مبسوط جدا جدا إنك ذكرت ال software design principles في القصة دي، اللي هي يعني لو هنتكلم from a non-functional requirement perspective ال reusability، وإن إحنا not to reinvent the wheel. فيعني انت what you're saying in using AI APIs is applying proper يعني software design principles in developing software. أشكرك جزيلا يا طارق على السيشن الرائعة دي، ونتمنى ان احنا نشوفك في سيشن تانية قريب ان شاء الله. بشكر كل اللي حضروا وتابعونا على اللينكدين وتابعونا على الويب سايت بتاعنا techcafe.com، ونشوفكم في السيشنز اللي جاية في أغسطس بإذن الله. شكرا جزيلا يا طارق، وشكرا جزيلا للحضور. شكرا مزمح.